وبالنسبة لنا فإن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق أماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة. تأتي هذه المعاهدات العربية التي وقعت مع إسرائيل في العقود الماضية كخطوة ولبنة مهمة للمستقبل، حيث الهدف من هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية. The United Arab Emirates believes that the role of the United States in the Middle East is positive, and this belief is